مع تفاعل قضية الإنترنت غير الشرعي ومع انكشاف عمل شركة برود ماكس وعلاقاتها الإسرائيلية وتزويدها خدمات إنترنت لعدد من المؤسسات الرسمية، يبدو أن قضية التوغل الإسرائيلي أكبر وأبعد من مجرد شركة. بعد تفاعل القضية قصد أحد الأشخاص مبنى قناة الجديد وفضل عدم الكشف عن اسمه، معلنا أن في جعبته ما قد يهمنا عن عمل شركة سكاي جيت غير الشرعية في لبنان التي توفر خدمات إنترنت عبر الأقمار الصناعية. في رقم تليفون كان، فحملت تليفون ودقيت له، قلت له مرحبا انا فلان، بدي سمعت انه عندكم انترنت عبر القمر الصناعي وبدي اخذ هذا الانترنت لعمي، يعني بدي كيف بدي اشترك فيه وهيك. قال لي انت وين؟ قلت له انا بلبنان. قال لي نحن بعد 3 ايام بنكون ببيروت، احكيني على نفس هيدا الرقم بعد 3 ايام وانا بقول لك شو بتعمل. يروي المصدر أن لقاء حصل في فندق فينيسيا بعد طول انتظار نظرا إلى زحمة الزبائن الذين يريدون الحصول على الإنترنت من الشركة نفسها. طلب المصدر 80 مستخدما ووافق ممثلو الشركة على أن يتواصلوا معه من خلال رسائل بريدية حصلت الجديد عليها لتنفيذ الخطوات المقبلة. يظهر في المراسلات اسمان يترددان دائما هما رائد الحجاج ومحمد أشمر، غير أن المفاجأة كانت حين سأل المصدر الرجلين عن كيفية الاستحصال على المعدات لتجهيز الإنترنت. والأجهزة، قلت له الأجهزة، قال لي الأجهزة اللي في شخص هون بلبنان بعطيه، حبعت لك رقم تليفونه، هيدا الشخص هو السبلاير تبع الأجهزة، هو بيعطيك بتصل بتقابله وبيعطيك هودي الأجهزة وانت بدك تركبهم عندك. قلت له طب هول الأجهزة ما في اشتريهم عادي؟ قال لي لا، هودي الأجهزة نحن منهربهم بيجوا عند لبنان بالتهريب عن طريق سوريا. على أن السؤال الذي يجب طرحه، لماذا تهتم شركة بزبون يريد 80 مستخدما فحسب وهو رقم ضئيل وغير ذي منفعة اقتصادية؟ أول شيء بدك كم يوزر، بدك كم يوزر؟ قلت له بدي تقريبا شيء 80 يوزر. فحسيت أنه 80 يوزر بالنسبة لهم أنه أنا يعني كتير، أنا مش هزبون طبعاً، المفروض أنا بكون جايب لهم مثلاً 5-7,000-10,000 يوزر، بدي يعني بدي أعطي لمنطقة كاملة أو مدينة. فقال لي وين المنطقة؟ وين بدك؟ وين اللوكيشن بدك تركب فيه هيدا الأمر؟ قلت له بمنطقة بالبقعة. لما قلت له منطقة بالبقعة طلعوا ببعض وصاروا انترستد أكتر، إنه إيه لازم ما عندنا بالبقعة ولازم نعطيك وكذا. في المراسلات بين المصدر والشركة يفصح القيمون عليها أن الإنترنت المزود سيكون من خلال القمر الصناعي أسترا، لكن ما هو هذا القمر الصناعي تحديداً؟ نحن بس عم نعطيك السيرفس عبر قمر الأسترا. فأنا اللي بعرفه كنت بعرفه أن القمر الأسترا بينشغل عليه كتير من القنوات الإسرائيلية، فعملت شوية ريسيرش أكتر فعرفت أنه لا، كتير قنوات إسرائيلية بتطلع على الأسترا، وهو كان فيه يعطيني إذا هو كان كتير عن جد أردني، كان فيه يعطيني على النايل سات، على العرب سات، وهو أحسن لنا نوصل، لأنه مثل ما أنا بوصل ببيتي على القمر الصناعي تبع الدش الساتلايت العادي بعرف أنه الأسرة كتير صعب وكتير واطي. يقول المصدر أن المراسلات بينه وبين الشركة انقطعت بعد فترة، ويرجح أن السبب توجس الشركة منه، جازما في الوقت عينه أن كثرا غيره حلفهم الحظ وتعاملوا مع الشركة. لكن السؤال يبقى هو نفسه، لماذا اللجوء إلى الإنترنت غير الشرعي؟ يعطوا إنترنت للناس، يرفعوا على الإنترنت الباكج الكبير للإنترنت، يريحوا الناس، يرخصوا الإنترنت، لحتى الناس ما تضطر تشتغل بشيء إليجل غير شرعي، الدولة عم تقول عنه غير شرعي، وهو موجود شرعياً بالألاف يمكن بلبنان. يصلح هذا الحادث لتلخيص وضع الإنترنت في البلاد. أطلب الإنترنت ولو من الفضاء. آدم شمس الدين، قناة الجديد.